الهدف الأول، الهدف الأول ممتاز ورائع بالنسبة لأنيس بن شويخة. إذن أنيس بن شويخة يفتتح النتيجة بكل روعة وذكاء، كرة ممتازة على مستوى القائم الأول، ويغالط الحارس معز بن شريفية حنكة السنوات لأنيس بن شويخة مباشرة في الشباك التسويبة بالنسبة لمتوسط ميدان الهجومي لنادي حمام الأنف، أخطر لاعب في الفريق